أنا شفت شيء. وين؟ شفت إيد حدا على الشباك. إيد؟ إيه. ليك أنت متأكد؟ إيه شفت إيد حدا. خليني أورجيكي لو سمحتي. امشي معي. يلا امشي. ما في حدا هون شينتو. بس أنا متأكد إني شفت إيد حدا. حبيبي هلأ عتمة، بجوز أنت شايف غلط. يلا تأخر الوقت. أنت لوين رايح؟ خالتي طلبت مني روح على لوكناو مشان الشغل. لوكناو؟ هيك فجأة؟ ايه أنا بظن إنه شغل كتير ضروري. بس أمار ليش اليوم؟ يعني ليش اليوم بالذات؟ في اجتماع بكرة بعد الظهر وكتير ضروري إني يكون موجود. هو بعد الظهر صح؟ طيب خلاص أنت بكرة الصبح بتروح وبتوصل الظهر لهنيك. ليفيا قلتلك هاد الاجتماع كتير ضروري، وكمان خالتي قالت لي عليه 3 مرات لازم روح لهنيك فورا. طيب وإذا أنت ما رحت اليوم؟ أمار؟ نعم. أنت ضبيت أغراضك؟ إيه أكيد شوي ورايح. قبل ما تروح بدي تجي على غرفتي شوي، عندي شغل إلك. طيب. طيب شو رأيك ما تروح؟ ديفيا أنا قلتلك أنه لازم روح لأنه هالاجتماع كتير ضروري. إذا بتريد. بس هلأ خالتي حاكتني. كرمالي. أنا كنت مفكرة أنه وقت تجي رح نقضي كل وقتنا نحن الاثنين مع بعض ولحالنا، بس ما عم بيصح لنا أبدا نكون مع بعض. نحن أغلب وقتنا مع العيلة، ما عم نقدر نقضي وقت لحالنا أبدا. بترجاك بترجاك بترجاك. خلاص مثل ما بدك. طيب خلص أنا رح روح بكرة الصبح. يا هروح. بس طبعاً قبل كل هذا الشي ديفيا لا تنسي، أنا لازم خبر خالتي من هلأ، هي لازم تعرف. رح خبرها. لا أنا بروح وبخبرها بدالك. لو سمحتي لا تنسي. ما رح أنسى. أوعك ها. أنت كل وقتك رح يصير لإلي وبس.